صباح الخير، احنا النهارده عاوزين نتكلم عن احد السيرفيس اللي بتقدمها شركه اس بي اس، وهي ان احنا بنستخدم الاوجمنتد رياليتي في الانجينيرنج سيرفيس. يعني ده مثال هيبان قدامنا للوحه بامب روم عاديه جدا مطبوعه على لوحه اي نود. دي لوحه كومبوزيت. الفكره كلها ان احنا اول ما بنوقع عليها الكاميرا بتاعت التاب، انا ده شغال على تاب سامسونج عادي جدا، بيبتدي يطلع لي المشروع ده ك 3 دي، بيلقط اللوحه كلها از 2 دي بشويه ماركس، بيروح على الموديل بتاع الريفت ويجيب الاريا دي كلها ويحولها ل 3 دي. الموضوع مش بس كده، الموضوع ان انا ممكن ادوس اخفي الوولز فابتدي اشوف جوه اللي موجود في الاوضه، وابتدي اتمشى واعمل زوم ان وزوم اوت، وابتدي اعمل روتيشن وابص على كل التفاصيل واتاكد من الكوردينيشن. طبعا الموضوع ده مهم جدا في الموقع، لو في حاجه صعبه عاوز اتاكد منها ك 3 دي هتتركب ازاي. وبما ان انا في الموقع صعب يبقى معايا موديل او معايا لابتوب، لا انا ممكن اجيب اللوحه العاديه جدا وبنزل بابلكيشن على التاب او على الموبايل او على الايفون او الابل برودكت كلها، ابتدي احول الموضوع قدامي ل 3 دي. الموضوع مش بس كده كمان، ده الموضوع اللي فيه تفاصيل اللي مش موجوده في اللوحه هي بتظهر معايا برضه، زي مثلا زي ما احنا شايفين دلوقتي الشغل الخرسانه بتاع السنبت هو باين ازاي. فهو انا كمان ممكن اظهر شغل الانفراستراكشر بتاعي عشان اعرف الكوردينيشن وانا شغال في التنفيذ، او لو في اي مشكله ممكن تواجهني. وكمان ان انا ممكن اضيف ان انا ممكن اخفي سيستم الالكتريك او اخفي سيستم الووتر سبلاي او الفاير فايتنج، زي احنا مثلا هنا بنخفي الوولز مثلا، بحيث ان لو انا عايز اشوف الموضوع كله شايف كل التفاصيل اللي موجوده في اللوحه عندي بتطلع لي 3 دي. الموضوع مش بس كده كمان، ان هو بينقط الحاجه دي من على الموديل الابديتد مع موديل الريفت، فاي تعديل هيحصل الاسكان الجديد ده هيابديت كل حاجه قدامه. طب انا ممكن استفاد كده في ايه؟ استفاد انا في التنفيذ في الموقع، هستفاد ده في التشغيل والصيانه، لان انا مثلا ممكن بدل ما اعمل المارك هنا على لوحه انا ممكن اعمله على علامه مثلا احطها في السقف الساقط مثلا او في الوولز، بحيث ان ممكن المهندس بتاع التشغيل والصيانه يسكان الموضوع ده ويبتدي يطلع له ايه الحاجات اللي هيواجهها ورا الحيطه او فوق السقف الساقط من غير ما يهدها او من غير ما يبص عليها، عشان يبتدي عارف هو محتاج ايه بالظبط. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ممكن تفيدني في التنفيذ جدا، ان انا اشرح للمهندسين اللي معايا او للفنيين او العمال الشكل النهائي للتنفيذ والشغل عامل ازاي، وان اللي اتاكد كمان قبل ما انفذ ان الحاجه كوردينيتد قدام ال 3 دي من غير ما افتح الموديل. النقطه الاهم بقى ان انا مش محتاج اكسبيرنس كبيره جدا في الريفت او في البيم عشان ابتدي افتح الموديل واتاكد هو كلاش فري ولا لا. الموضوع كله انا معايا التاب في كاميرا هيحول لي الحاجه دي 3 دي، فبتشيك عليها. انا كمهندس تنفيذ مش محتاج ان انا اخد اكسبيرينس قويه جدا في الريفت عشان اعرف احل كلاشز، او عشان اتاكد ان المودلز اللي جايه لي من المكتب الفني ان هي متنسقه. لا انا ممكن بس يا دوب بالكاميرا وابلكيشن على الموبايل اتاكد خلاص ان الحاجه 3 دي قدامي واضحه جدا. بلس ان احنا ممكن نزود التفاصيل كلها بتاعه ان انا ممكن اخفي سيستم واظهر سيستم عشان ابتدي ابص على سيستم قدامه. زي ما احنا شايفين هي حتى التحاميل باينه قدامي، التحاميل هتبقى معموله ازاي، كل التفاصيل اللي عندك في الموديل وتفر انت واصل ل ال ودي كام هو هيظهر معاك. انا بس عاوز اغير الشكل بس عشان تاخدوا بالكم ان اللي ورا دي لوحه 2 دي عاديه جدا. يعني هي دي اللوحه اللي انا كنت بحاول عليها ال 3 دي، دي لوحه عاديه جدا بتدمج. اول ما انت بتيجي تعمل سكان عليها بيبتدي يلقط هي فين في الموديل ويحولها لك 3 دي بكل التفاصيل بتاعتها، بكل السيستمز اللي انفولفد في الاريا دي، حتى لو حاجه مش مرسومه هنا اصلا قدامه في ال 2 دي، لان هو بيلقط الحاجه من الموديل. شكرا، ولو في اي استفسار تحت امركم.